مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. خبر عاجل ومحزن عن نيافة الحبر الجليل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر. الخبر جانا ركض على رجاء القيامة منذ قليل مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها، وشقيق مثلث الرحمات نيافة الأنبا كورولوس مطران ميلانو. جدير بالذكر أن القس فيلوباتير زكي المنسق الإعلامي لإبراشية شبين القناطر أعلن أمس عن آخر تطورات الحالة الصحية لنيافة الحبر الجليل الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر بعد دخوله للعناية المركزة. وقال القس فيلوباتير: أبنائي وبناتي الأحباء وكل محبين نيافة الأنبا بطرس، أود أن أطمئنكم على صحة ونشكر الله على صحة نيافة الأنبا بطرس، ونشكر الله أن سيدنا بخير والأمور مستقرة حتى الآن. كما أكد أنه يدير الإبراشية بتعليماته وهو بكامل وعيه. وطلب القس فيلوباتير أيضا الصلاة من أجل تمام شفائه ورجوعه بالسلامة إلى إبراشيته وهو بكامل الصحة والعافية. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ونتمنى الله أن ينيح روحه الطاهرة في وسط القديسين، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم، آمين. نطلب من الله دائما أن يقف بجانب مصر العظيمة وبجانب أبنائه، وفرحة لكل المصريين ولكل الشعب. سلام الرب يكون معكم، آمين.